السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، سؤال كمقدمة لحديثنا إن شاء الله تعالى. قلنا أن شرط قبول العمل من يذكرنا بهما. The two conditions for any deed to be accepted. الإخلاص. Sincerity. النية هي الإخلاص. والمتابعة. المتابعة is to follow the steps of Muhammad صلى الله عليه وسلم. إخلاص and متابعة. So we have to have both of them. Because someone who has إخلاص but he does not follow the way of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, you know, he will not do the عبادة the right way. المخلص الذي لا يعرف خطوات النبي صلى الله عليه وسلم وسنته يلخبط. في سير أعلام النبلاء ذكر عبد الله بن المبارك عن الإمام مالك قال: ما رأيت رجلا ارتفع كمالك بن أنس ليس له كثير صيام ولا صلاة وإنما كانت له سريرة. الإمام مالك بن أنس يعني it came to the point that no one has the right to give fatwa in Medina if Imam Malik is there. So Ibn al-Mubarak said he reached that level because of something was in his heart, رضي الله عنه وارضاه. عندما كتب الموطأ قالوا له: ما حاجة الناس إليه وكتب الحديث كثيرة. فقال: ما كان لله يبقى. We want to memorize this statement. Whatever, you know, is for Allah, it will remain. ما كان لله يبقى. ليس شيء أحب إلى الله من خبيئة صالحة يجعلها العبد بينه وبين ربه لا تطلع عليها الأعين لتمدحها ولا تسمعها الأذن لتثني عليها تفعلها وليس في نيتك إلا الله واثقا أنه لا يضيع شيء عند الله سبحانه وتعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين. So it's a great to have something between us and Allah subhanahu wa ta'ala nobody knows about it. Not even your own family. Try it, ya shabab. And if you know it, like an orphan somewhere in your back home, إذا تعرف أسرة فقيرة, إذا تعرف يتيم توفي والده انقطعت عنه سبل المعونة المادية, فبادر أن تكفل هذا اليتيم دون أن يعرف أحد إلا الله سبحانه وتعالى, وانتظر المفاجآت. وأعظم مفاجأة أن تكون مع محمد صلى الله عليه وسلم. أنا وكافر اليتيم الجنة كهاتين كما قال صلى الله عليه وسلم. So if you have a chance to do something and nobody knows about it, just do it. Either prayer at the night time, either a sadaqa, whatever you have the chance to do for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, no one knows about it. صدقة دائمة لا تقصدها الكاميرات. ركعات في الليل وأهل بيتك يحسبونك نائما. ديون تسددها عن الغارمين. كفالة يتيم لن يعرف من كفله إلا يوم القيامة. تأمل قول مالك: ما كان لله يبقى. يعني if we do this for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, the reward of it will remain and will stay, and we will be surprised about it يوم القيامة إن شاء الله تعالى. كتاب تنشره بين الناس. تسبيحة تقولها لا يعرف بها أحد. مواساة لمحزون. تربيت على كتف مكسور. هداية لحيران. تموت أنت ويبقيه الله سبحانه وتعالى لك. سبحان الله. يعني there are people they have a lot of changes in a good way in their life, and if you see what is the reason behind of that, you'll see a word came from someone. يعني you may see, for example, Ahmed, who is sitting in front of us, mashallah. If I say to him, inshallah ta'ala, you will be from those who huffaz. And this word could encourage him to memorize the Quran, inshallah ta'ala. And this word, if I don't know the value of it, we'll see it yawm al-qiyamah, inshallah ta'ala. شجرة تزرعها لله يبقيها الله لك واقفة كالجبال ويطرح لك فيها البركة ويسوق إليها الناس سوقا ليعطيك الأجر
وما كانت يوما إلا نبتة صغيرة، لكن لأنها لله بقيت. بئر تحفره قد يكون جزاؤه شربة من يد حبيبنا صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني there are different things you could do, like to plant a tree or to participate in making a well in somewhere. لا أحد أوفى من الله سبحانه وتعالى. تصوروا يا إخواني، اعذروني إذا طولت عليكم شوية حتى نخلص هذا الموضوع. دار تحفيظ تنفق عليها، أنت الذي لم تسعفك ذاكرتك لتحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، يسخر الله لك من يحفظ في هذا الدار، وتكتب الملائكة في صحيفتك أجرهم جميعا. يعني you may not be able to memorize the Quran, but if you know someone or you know a halaqa of Quran or a school and you're okay financially to support that teaching, you know, you may gain the hasanat of those people who already finished memorizing the Quran because of your support financially. ما كان لله يبقى، من كان يظن أن كتاب رياض الصالحين، من يعرف رياض الصالحين يا شباب؟ كلنا. من الذي ألفه؟ الإمام النووي رحمه الله. Now the book of رياض الصالحين is in America, in London, in Paris, in many different places in the world. سبحان الله العظيم، يعني the sincerity behind of that book which was written, you know, hundreds of years ago. لا غرابة أن يموت ابن الجوزي ويبقى كتابه صيد الخاطر. كان الإمام أحمد يدعو اللهم أمتني ولا يعرفني أحد من خلقك. الإمام أحمد بن حنبل used to say يا الله يعني let me leave this dunya and nobody knows about me because he went through a lot of hardships رضي الله عنه ورحمه الله. وحين اطلع الله على قلبه ورآه لا يريد الشهرة أماته ولا يجهله أحد من الناس، حتى أن بغداد كلها خرجت في جنازته رضي الله عنه ورحمه الله. فيا إخواني تذكروا دائما ما كان لله يبقى. نريد أن نحفظ هذه الكلمة ونطبقها. Whatever is for Allah, it will stay and remain, and the ajr will wait for us, inshaAllah ta'ala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، واجعل أعمالنا كلها خالصة في بيت كريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا. Thank you.